انتي بلاد طيبة وقريبة وحبيبة، ده انتي امل وحياة وقت الخطر، امي بتحملي همي، حضنك دفا وامان ليكي انا غنيت يا دنيتي وناسي. اذا كنت مرة جنيت حقك على راسي ليكي انا غنيت يا دنيتي وناسي. اذا كنت مرة جنيت حقك على راسي، حقك على راسي. انا جت ايه الصوت اللي يجنن ده؟ يا روح قلبي شكرا، صوت ملائكي. ثانك يو يا حبيبه قلبي. طيب عايزين نتكلم عن نجات بقى نفسها، كلميني كده عن مشوارك الفني وازاي بداتي. والله انا بدات بدايه يعني اكتشفت الموضوع في ثانيه ثانوي، كنت صغيره لسه. جت ثالثه ثانوي طبعا ركزت في الدراسه، بس كان في حاجه اكتشفتها، انا صوتي حلو ومحتاجه اعمل حاجه، لكن عملت هولد، كملت ثانويه عامه ودخلت بقى الجامعه وبدات يعني انمي موهبتي واشتغل على نفسي بدايه من مسرح الجامعه. طب مين اول حد بداتي له اول ما اكتشفتي موهبتك عشان يساعدك حتى تنميها؟ اول حد بعيدا عن المدرسه يعني كاحترافيا في الاوبرا مع المايسترو سليم سحاب وانا صغيره. وبعد كده بقى بدات بقى يعني انطلق، وحفلات والنادي وصحابنا، يعني الموضوع بدا اسري شويه. بعد كده بقى انطلقت يعني من مسرح الجامعه والمسابقات على مستوى الجمهوريه. ودي نصيحه مني لاي حد يعني عنده موهبه، ان كانت تمثيل، غنى، اي موهبه. يعني انت بداتي بجد من المدرسه الاول؟ بدات من المدرسه او بس رحت دار الاوبرا. دار الاوبرا بعد شويه بعد الجامعه. فنصيحه مني فعلا، مسرح الجامعه بيشيل الرهبه وبيخلي الواحد واثق في نفسه. بتاخدي يعني الثقه من صحابك ومن زمايلك ومن المسابقات. يعني بالاول بيبقى فيه توتر وبيبقى فيه احراج، بس فعلا الواحد بيبقى جريء وقادر يعني يعمل حاجه او يقف على مسرح ويبقى بيعلن موهبته عن طريق فعلا مسرح الجامعه. دي كانت خطوه مهمه قوي بالنسبه لي. اكتر حد بيشجعك بقى في البيت؟ بابايا ومامتي. كانوا فرحانين بيكي؟ في الاول يعني في الاول شويه كانوا اتفاجئوا، لان انا كنت بلعب باسكت اصلا، فشخص رياضي جدا، ففكره الفن ده مجال مختلف تماما. ما شاء الله كانت طويله. فبعد كده بقى يعني بداوا يشجعوني لما فعلا لقوا في صوت، والحمد لله بدات اطور من نفسي واتدرب في الاوبرا ومسرح الجامعه ومسابقات وحققت مراكز كويسه. فلا يعني انت في حاجه بقى كويسه. فكانوا بيدعموني وما زالوا، ربنا يبارك لهم ويديهم الصحه، يعني بيدعموني جدا جدا جدا. طب كلميني اكتر عن الصعوبات اللي واجهتيها خصوصا في الاول، يعني وانت كمان عارفه مجال الغنى بيبقى فيه كومبيتيتورز كتير. ده حقيقي. هي الفكره ان انا في الاسرتين او في العيله ما عنديش حد خالص ليه علاقه نهائيا بالمجال الفني كله. ففكره ان انت مش عارفه تروحي فين، يعني تبداي منين، تتدربي ازاي، عايزه تتوجهي. فده اللي كان صعب بالنسبه لي الاول، لان في حاجات كتيره قوي حاولت اسعى فيها يعني اتعلم او اتطور من نفسي، لكن الموضوع ما كانش سهل في الاول. اكيد. ففكره ان انت بس بتغيري مجالك او بتغيري حاجه متعوده عليها بقالك سنين كانت جديده عليا. لكن يعني هي في حاجات كده في مصر اللي هي اساسيه، غنى يعني اوبرا، مسرح كذا يبقى كذا. فاتوجهت لسقيت الصاوي شويه، ودرست في الاوبرا شويه، ودرست في معهد موسيقى عربيه كذا سنه. فيعني الحمد لله بدات يعني. طب كلميني اكتر عن اجواء الاوبرا، ازاي اتدربت هناك؟ بصي، هي فتره الاوبرا بالنسبه لي كانت فتره يعني وانا صغيره اكتر، يعني اللي فاكراه اكتر واللي اتعمقت فيه اكتر دراستي في معهد موسيقى عربيه في اكاديميه الفنون. فالموضوع بيطور كويس جدا جدا جدا، وزي ما قلت لك بيكسر بقى خوف ان انت انا صوتي حلو ولا لا. قبل ما الواحد لسه يقف كان قدام جمهور او ناس او كده، محتاج ياخد الدعم من ناس غريبه. خلاص خد الدعم من القريبين، فمحتاج يتاكد على كلام القريبين. وثقتك في نفسك بتزيد اكتر لما بتقفي على مسرح. فعشان تقفي على مسرح على الاسس الصحيحه بالظبط، لازم تبقي دارسه وفاهمه انت بتقولي ايه كويس وبتوجهي ده. فده بالنسبه لي زاد كويس جدا جدا من معهد موسيقى عربيه ومن الدكاتره ومن المواد ومن الممارسه الكتير. ده اصبح ان هو يساعدني كتير قوي في الشغل بقى، في سوق العمل يعني زي ما بيقولوا. طب خلينا نسمع حاجه كمان من صوتك الحلوه ده. يلا بينا. اوكي. كلموني تاني عنك.
فكروني فكروني كلموني تاني عنك، فكروني فكروني صحوا نار الشوق، الشوق في قلبي وفي عيوني، رجعوني الماضي بنعيمه وحلاوته وبعذابه وبساوته، افتكرت فرحت وإياك قد إيه، وافتكرت كمان يا روحي بعدنا ليه بعدنا ليه بعدنا ليه، وافتكرت فرحت وإياك قد إيه، وافتكرت كمان يا روحي بعدنا ليه بعدنا ليه بعدنا ليه، بعد ما صدقت اني قدرت انسى، بعد ما قلبي قدر ينساك ويقسى، جم بهمسة وغيروني كانوا ليه بيفكروني بيفكروني. الله نجات بجد صوتك كله احساس حبيبه قلبي والله. عايزاكي بقى تحكي لي اكتر عن تجربتك مع المايسترو سليم سحاب، التدريب معاه كان عامل ازاي وايه اللي اتعلمتيه منه؟ بصي في الاول كان الموضوع صعب زي ما قلت لك، لان فكره ان انت في حاجه حلوه لكن مش عارفه ده ايه اللي هيحصل او هتبداي ازاي او الكلام ده كله. فالغنى الاغاني ما كانتش تقليديه تماما، كانت الاغاني مميزه غير اللي احنا نعرفها، بناخد مرشحات بناخد تقطيق بناخد اغاني قديمه قوي ما كناش واعيين عليها، انا كنت صغيره يعني ده مثلا 8 سنين 9 سنين. فاللي كان بيواجهني شويه صعب الكلمات لغه عربيه فصحى، مخارج الالفاظ والحروف والنفس الحاجات دي كلها، ان انت صغيره فبتحاولي تتدربي على ده، فالموضوع كان شويه صعب. فاخدت هولد بقى ورجعت تاني في الثانويه العامه، ما اكتشفت لا انا فعلا عندي حق وانا صغيره بس عايزه بقى يعني انا اكبر الموضوع. فبالنسبه لي كان فعلا الحاجه اللي واجهتني صعبه جدا ان انا بتعلم حاجه جديده لسه، ما يعني ما زي قماشه كده يعني اكتشفنا ان في قماشه حلوه بس عايزين نفصلها بقى وبتكتشفي انواع ومدارس بالظبط بالظبط. بس كانت تجربه طبعا يعني الواحد بيعرف قيمه الحاجات دي كلها لما بيكبر وبيشوف نتيجتها لما بيكبر في زي ما قلت في النفس في مخارج الالفاظ في كم الاغاني اللي حافظها في الحاجات دي كلها. طب انت كنجات بتحبي الاغاني القديمه ولا الجديده؟ بتحبي تغني ايه؟ بصي هو انا بحب طبعا طبعا الاثنين، يعني بحب اغني القديم وبحب اغني الجديد، لكن القديم ليه رونق كده يعني ليه حاجات بتبقى مميزه تحس ان الواحد يعني لا بحب القديم اكتر. يعني الجديد طبعا ليه مود يعني طبعا مختلف بس بحب القديم اكتر. والطرب كمان بيبين صوتك اكتر بالظبط، خامس صوتك اكتر. ودلوقتي يعني برضو بيبقى الاغاني الطرب اللي هي الحقيقيه جدا ما بقتش زي الاول، فكره ان الاغاني تسمعيها تحس ان هي فعلا طرب، كلمات مميزه ولحن مميز وغنى مميز. ف الجديد طبعا فوق راسنا يعني، بس القديم هو الاصف يعني حقيقي. طيب عايزين نسمع اغنيه وطنيه بقى. اغنيه صوتك. وطنيه يلا بينا. اغنيه بحبها قوي قول. وبحبك وحشتيني، بحبك وانت نور عيني، ده وانت مطلعيني، بحبك موت، لفيت قد ايه لفيت، ما لقيت غير في حضنك بيت، وبقولك انا حنيت بعلو الصوت.
كل مره بتتحفيني اكتر من اللي قبليها. يا قلبي عايزه اقول لك الاغنيه دي وانا صغيره، بالمناسبه انا جبنا سيره ان انا وصغيره، كلنا كنا فاكرينها ان هي اغنيه رومانسيه عشان كانت في فيلم وبحبك وحشتيني، فلما كبرت بقى ايه ده دي طلعت أيوة وطنيه. بس انا بحب الاغاني اللي هي بقى ليها معنيين، يعني ممكن تسمعي اغنيه تحس ان هي وطني، وفي اغاني ثانيه تسمعيها تحس ان هي ممكن لمامتك، ممكن يعني للحب الكلام ده كله. فدي من الاغاني اللي هي بيقولوا عليها دبل فيس يعني. طب مين من العمالقه اللي بتحبي تغني له؟ من قديم ولا جديد؟ الاثنين. بحب اغني جدا ام كلثوم، وبحب ورده، بحب نجاة عشان انا على اسمها مش هي على اسمي. والجديد بقى طبعا شيرين، وبحب انغام، يعني اهم مطربات في مصر. فبالنسبه لي يعني امال ماهر، شيرين، انغام، دول توب يعني. والقديم بقى مفيش حاجه في القديم تقريبا مش بحبها، مفيش حاجه متتحبش في القديم. ده حقيقي. طب خليني اسمع اغنيه كده قديمه وطنيه. قديمه وطنيه، اوكي. هنقول يا بلادي يا احلى البلاد، يا بلادي فداكي انا والولاد، يا بلادي بلادي يا بلادي بلادي يا بلادي يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، ما شافش الامل في عيون الولاد وضحايا القتال، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. تجنيني بجد. عايزاكي تقولي لي بقى الفرق بين الغنى زمان ودلوقتي. الغنى زمان ودلوقتي بيختلف، ان زمان كان الموضوع بيبقى اختيار الكلام واختيار اللحن واختيار المود والحاله لاجواء معينه او لسن معين. دلوقتي الحياه بقت سريعه 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 جدا، فبيحاولوا يعني الرتم بقى اسرع في الاغاني، والكلمات بقت متماشيه مع العصر كأجواء عامة وكشباب وكأعمار. الرتم نفسه بقى أسرع كتير. بالظبط. فالرتم كلحن وككلام وكمود تحس إن هو سريع. في طرب طبعا، في أغاني كتير رتمها سريع. بتلاقي نفسك فين أكتر؟ بلاقي نفسي في اللي بيبقى متماشي مع الزمن يعني. لسه بقولك بحب الاغاني القديمه جدا، بس مثلا لو عندي مثلا في حفله تخرج مثلا وهقف اغني، مش يعني طبعا حبي لام كلثوم او لورده كبير، لكن بتبقي بتغني على حسب الوضع اللي انت فيه يعني. اغاني الفرح غير حفلات التخرج غير حفله اوبرا، الاغاني بتبقى يعني مختلفه عن بعض. طيب نفسك تعملي اغنيه وطنيه خاصه بيكي؟ نفسي جدا اعمل اغنيه تبقى من اول الاغاني ليا، تبقى حاجه وطنيه. لكن الـ يعني مأجله الخطوه دي شويه لحد ما الاقي الكلام واللحن اللي يجمع ما بين ان انت بتحس انك بتسمعي اغنيه قديمه او فيها طرب، وفي نفس الوقت متماشيه مع الوقت اللي احنا فيه. يعني ده بالفيس برضه. يعني يسمعها شباب، يسمعها صغيرين، يسمعها كبار، تحس ان انت لا انا مش يعني تمشي مع كل الاعمار. فدي محتاجه تنقي كلام كويس قوي مع موسيقى مع لحن كويس قوي عشان وتبقى لايقه عليك، تطلع تطلع حاجه وطنيه، حاجه بوم يعني. فان شاء الله. كلميني كده عن احلامك وطموحاتك. احلامي وطموحاتي نفسي اغني مع تامر حسني. من خلال البرنامج هنا ان شاء الله يعني. وعمرو دياب؟ لا اكيد. لا طبعا عمرو دياب اكيد، بس انا تامر حسني بالنسبه لي يعني نجمي المفضل من وانا صغيره، وكبر بقى معايا. فنفسي ان شاء الله احقق ده بالنسبه للحاجه اللي نفسي استاب ان انا اعملها، ونفسي ابقى من اهم اصوات مصر باذن الله. ان شاء الله يعني، دي امنيتي. يا رب يا رب ان شاء الله. انت نورتيني النهارده حبيبه قلبي. بس قبل بقى ما نختم عايزين نختم كده باغنيه وطنيه. اوكي. اغنيه وطنيه. ايه اغنيه وطنيه نقول ايه؟ طب ايه غششيني اغنيه وطنيه نقول ايه؟ علينا بابا. ماشي. انا هو ايه ده مش حافظاها كويس. مش حافظاها. نقول جملتين. نقول ايه؟ يا را 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 وانا على الربابة بغني بغني غنوة الحرية تعيشي يا مصر،
وانا على الربابة بغني بغني غنوة الحرية. تعيشي يا مصر، تعيشي يا مصر، تعيشي يا مصر، تعيشي يا مصر، وتحيا مصر.